الازهر قول لي يا الشريف. مرحبا. عون اهلا بكم ومن عندك نبدا استاذ عبد الرؤوف. عون ملك اليمين يعني ايه، وايه اللي خلاك تالف كتاب بخصوص ملك اليمين، وكيف يتم التطبيق من وجهه نظرك؟ هو لما ربنا عز وجل بيقول في القران الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالقرآن هو من قال هذا. ملك اليمين يا أستاذ أحمد ده كان حضرتك في القديم في عهد سيدنا رسول الله موجود، وفي عهد الصحابة والتابعين إلى سنة 1948 وألغي بقرار من الأمم المتحدة. كان موجود ازاي؟ 1948 بالظبط يا فندم، كان مطبق في مصر في 1948 بالظبط كده. طيب وألغي بقرار من الأمم المتحدة، يعني ايه ملك اليمين؟ طب كان موجود ازاي؟ كان موجود بيجي ممكن من أثار الحرب، وكان حضرتك يجي بالتوالد. يعني لو حضرتك عندك عبد وعندك ملك يمين أمة، وزوجت الأمة دي للعبد ده، أولادهم كلهم عبيد وملك يمين عندك، ممكن يخلف ثلاثة أربعة بنات هم ملك يمين عندك. أعمل بيهم إيه بقى ملك اليمين؟ يعني ملك اليمين اللي من وجهة نظرك اللي عندي دي أعمل فيها إيه؟ ملك اليمين كان ممكن إن أنت حضرتك يباح ليك إنك تنام معاها وبدون رغبة منها، فهي ملك يمين عندك. يعني أعاشرها وجنسيا؟ تعاشرها معاشرة الزوجية جنسيا وبدون عقد زواج. وبدون رغبة منها؟ لأنها ملك يمين وبدون رغبة منها. الشرع أجاز ده. الشرع اجاز هذا. وانت خريج الازهر الشريف بالظبط، وبتقول لي ان الشرع اجاز ان انا لو في ملك يمين اعاشرها معاشره ازواج جنسيا حتى غصب عنها. حتى غصب عنها، ده في النظام القديم. تمام. كان اذا انسان عنده واحده ملك يمين ممكن يشتريها من السوق، تباع وتشترى، يعني وهذا حلال. في مصر قبل 1948 كان في ده؟ كان في. يعني كان في حد ممكن يروح يشتري واحده ويشتري ويبيع ويسلك، لحد ما جه قرار الامم المتحده فحرم هذا الامر، حرم البيع والاتجار بالبشر. تمام تمام. طيب زوجت انت حضرتك عبدك لامتك فنتج منهم اربع بنات ملك يمين عندك، تاخدها تبيعها، تاخدها برضو تختار واحده منهم تعاشرها، الكلام ده كله كان حلال. كان حلال. طب في عدد بقى، يعني ممكن مثلا اقول يبقى عندي لا حصر للعدد. لا حصر للعدد. يعني زي ما انا عايز. عشان كده كان ممكن تلاقي احد الصحابه عنده من ملك اليمين 10، عنده من ملك اليمين 5 6. ده كان موجود. ده كان موجود في الاسلام. كان موجود في الاسلام. يعني انت عايز تقول لغايه 1900 تقول لي ان منع ملك اليمين قرار الامم المتحده. قرار الامم المتحده، مش دينيا ولا اسلاميا ولا نسخ ولا الكلام ده كله. ولا فيها ولا ايه. طيب خلينا نتكلم عن الخادمات. البعض برضو بيشوف ان هم جزء من ملك اليمين. لا خلينا، طيب دي صورة ملك اليمين القديمة عرفناها. ممكن انسانة تولد تلاقي نفسها ملك يمين غصب عنها، وتلاقي الراجل ده بينام معاها وبيعاشرها غصب عنها، واحنا بنقول حلال. حلال. واحنا بنقول حلال.